من الميادين السلام عليكم وإلى العناوين. ترقب في لبنان لإنجاز عملية تبادل العسكريين المختطفين لدى جبهة النصرة. بوتين يتهم أنقرة بإسقاط الطائرة لحماية تجارة النفط مع داعش، وأردوغان ينفي ويطالب موسكو بتقديم الأدلة. هارتس تنقل عن نتنياهو قوله إنه التقى قادة عربا في باريس لا علاقات لبلادهم مع إسرائيل. أهلا بكم. يعيش لبنان أجواء ترقب لما ستؤول إليه الساعات المقبلة في ملف تبادل العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة. مراسلنا تحدث عن جاهزية الجانب اللبناني للشروع في تنفيذ صفقة التبادل، مشيرا إلى أن عملية التبادل ستجري في وادي حميد بجرود عرسال. وكان المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم قد زار جرود عرسال في إطار الجهود المبذولة للإفراج عن العسكريين. مصدر عسكري أكد للميادين أن الأجواء في ملف التفاوض إيجابية جدا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إسقاط الطائرة الروسية عمل إجرامي أدى إلى مقتل طيار وأحد العسكريين. موقف بوتين جاء خلال مشاركته في قمة المناخ التي عقدت في باريس. لم ألتقي الرئيس التركي، وفيما يخص الطائرة فالموضوع كان حاضرا في جميع لقاءات ثنائية، وقد أعطيت توضيحاتي حول ما حدث، وأغلب الزملاء يشاطروننا الرأي نفسه حول عدم ضرورة إسقاط الطائرة لأنها لم تهدد تركيا. نحن استمعنا إلى الجانب التركي وأوضحوا أن الرئيس التركي لم يتخذ قرار إسقاط الطائرة بل أشخاص آخرون، وهذا لا يعني الكثير بالنسبة لنا لأن نتيجة هذا العمل الإجرامي قتل 2 من جنودنا وهذا خطأ جسيم. الرئيس الروسي قال أن إسقاط طائرة السخوي يرمي إلى تأمين سير وعبور نفط داعش إلى تركيا. حصلنا على معلومات وبيانات تفيد بأن كميات كبيرة من النفط الذي يستخرجه داعش يصل إلى تركيا، ولدينا كل الأسباب لنعتقد أن قرار إسقاط طائرتنا كان هدفه تأمين سير وعبور هذه المنتجات النفطية إلى الموانئ التي تجري فيها تعبئتها في ناقلات النفط. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفى اتهامات روسيا لأنقرة بأن تشتري النفط من داعش وصفا إياها بغير المقبولة واللا أخلاقية، وطالب موسكو بعرض وثائق تثبت هذه الاتهامات. أردوغان أشار لأن حكومته ستتصرف بصبر لا بعاطفة قبل اتخاذ أي إجراءات ردا على قرار روسيا فرض عقوبة على تركيا، وأضاف أن بلاده تعمل على ضمان الحفاظ على العلاقات مع روسيا المورد الرئيسي للطاقة إلى تركيا. وصل جثمان الطيار الروسي أوليغ بيشكوف الذي أسقطت طائرته عند الحدود السورية التركية إلى مطار تشاكالوفسكي في العاصمة الروسية موسكو. وقد جرت مراسم رسمية وعسكرية لاستقبال الجثمان بمشاركة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وقائد القوات الجوية الروسية فيكتور بوندريف. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قاذفات السخوي 34 نفذت للمرة الأولى طلعات جوية وهي مسلحة بصواريخ جو جو للدفاع عن النفس. المسؤول في وزارة الدفاع إيغور كليموف أوضح أن الصواريخ قادرة على إصابة أهداف على مسافة تصل إلى 60 كيلومترا. أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه سيدعو مجلس العموم غدا للتصويت على قرار شن غارات جوية ضد داعش في سوريا. كاميرون رأى أن من مصلحة الأمن القومي البريطاني ضرب داعش وحرمانه ملاذا آمنا في سوريا. من مصلحة الأمن القومي البريطاني ضرب داعش وحرمانه من ملاذ آمن في سوريا، فكلما استمر السماح للتنظيم بالنمو سيصبح التهديد أكبر. يجب ألا يقع العبء على حلفاء بريطانيا فقط، ومن الخطأ أن تعهد المملكة المتحدة بأمنها إلى دول أخرى.
اتهم الرئيس السوري بشار الأسد فرنسا بدعم الإرهاب والحرب للسلام. وفي مقابلة مع تلفزيون التشيكي رأى الأسد أن براغ يمكن أن تكون مكانا يوقع فيه اتفاق سلام يوما ما انطلاقا من موقفها المتوازن من القضية السورية. وحذر الأسد من أن بين اللاجئين إرهابيين يشقون طريقهم إلى أوروبا. أفادت مراسلة الميادين باقتراب إنجاز اتفاق حي اللاوعر في حمص لإخراج المسلحين على دفعات وفي مدة تمتد لـ60 يوما. وفي هذا الإطار ترعى الأمم المتحدة اليوم لقاء بين ممثلين عن الحكومة وعن المسلحين، ويتضمن الاتفاق المرتقب وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين ودخول المساعدات الغذائية والطبية، كما ينص على إخراج أول دفعة من المسلحين إلى إدلب أو شمال حماة، ومعظمهم من النصرة وداعش. هذا وتعد الأمم المتحدة طرفا مشرفا على تنفيذ الاتفاق الذي يبرم بين أطراف سورية من دون وساطة إقليمية. وفي سياق المصالحات، أفادت مراسلة الميادين بإخراج أول دفعة من المسلحين من منطقة قدسية غرب دمشق بإشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر. وقد أخرج 111 مسلحا إلى إدلب ضمن اتفاق مرحلي على أن يخرج اليوم باقي المسلحين، وتدخل وحدات من الجيش لتمشيط المنطقة، ثم ستبدأ أعمال ترميم البنى التحتية تمهيدا لإعادة الأهالي إليها. سيطر الجيش السوري على قرية عكولة والمزارع المحيطة بها بعد اشتباكات عنيفة مع داعش في ريف حلب الشرقي. من جانب آخر، أعلن الكرد النفير العام لصد هجوم النصرة وأحرار الشام على القرى الكردية في ريف حلب الشمالي بعد سيطرة جبهة النصرة وحلفائها على قرية شوارغة جنوب شرقي مريمين. محمد محسن. دخان حي الشيخ مقصود ينبئ باشتعال جبهة عاشت هدوءا نسبيا منذ عامين تقريبا. سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي على كامل الحي أعادته إلى واجهة المعارك. إعلان لواء أحرار سوريا الحي منطقة عسكرية لم يسمح له بالتقدم، تقتصر الاشتباكات على الرمايات البعيدة. السكان الموجودين بحي الشيخ مقصود طبعا نشوف أنه عادة بمواسم القطف الزيتون يعودون إلى قراهم لجني هذا الموسم من الزيتون بمناطق عفرين، فبأثناء ذهابهم إلى مناطق العفرين فنلاحظ أنه الإرهابيين يتم صيد هؤلاء الأهالي وقنصهم وضربهم بالقذائف، طبعا حالة إرهاب ورعب وخوف. وحدات حماية الشعب ترد بقطع طريق الكاستيلو، هو شريان حيوي يربط طرقات الجماعات المسلحة بين شرق المدينة وريفها الشمالي إلى حيث امتدت المعارك. استرجعت وحدات الحماية سيطرتها على قرى مريمين وكشتعار ومرعشة بعد مواجهات وصفتها مصادر ميدانية بمواجهات كسر العظم. ما يجري في الشيخ مقصود وأعلان منطقة عسكرية هو لا يمكن أن يفسر إلا عملية رفع حالة معنوية للمسلحين المهزومين اللي هزموا في المناطق الأخرى من ما حكينا بالريف الجنوبي والجنوب الشرقي والجنوب الغربي. بانتظار معادلة ميدانية جديدة تضبط المعارك على حدود حي الشيخ مقصود، يبدو أن سكان الحي سيبقون عرضة لقذائف المسلحين وصواريخهم. الثابت الوحيد من خلال معارك حي الشيخ مقصود هو أن خريطة توزع السيطرة لم تتبدل، ووفق مراقبين فإن المجموعات المسلحة استنسخت هجماتها الأخيرة في ريف حلب الجنوبي حتى على مستوى النتائج. الفارق الوحيد هو أن هناك معارك ريف وهنا معارك مدينة. محمد محسن من مشارف حي الشيخ مقصود شمال غرب حلب، الميادين. نقلت صحيفة أرتس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله أنه التقى من وراء الكواليس في مؤتمر المناخ في باريس عددا من القادة العرب. الصحيفة ذكرت أن نتنياهو أبلغ بعض الصحفيين أن قادة عربا توجهوا إليه وتحدثوا معه وصفحوه أمام أنظار المشاركين، ومنهم من لا تربطه علاقة بإسرائيل. ليتابع نتنياهو وفق الصحيفة أن أحد الزعماء أبدى تقديره للخطاب الذي ألقاه في الأمم المتحدة. وعلى طاولة قمة المناخ الباريسية تزدحم الملفات من الجو والاحتباس الحراري إلى الأرض وحروب النفط والغاز. تقرير غراسيا بيتار.
فرنسا التي تعيش حالة طوارئ تستضيف قمة الطوارئ. الطوارئ في المناخ وهو عنوان القمة في دورتها 21، وتتفرع منه كل القضايا الشائكة داخل الدول المشاركة وفي كل العالم من فقر وتلوث وإرهاب واحتباس حراري. المفارقة أن قادة الدول المشاركة يعون هذه المخاطر أقله في تصريحاتهم العلنية. بان كي مون وضع في يد المشاركين مستقبل شعوب الأرض، وفرانسوا أولاند قال نقرر في باريس مستقبل الكرة الأرضية. وربما كانت أنجيلا ميركل أكثر صراحة مع الرأي العام العالمي عندما رأت أن على الدول المشاركة في القمة أن تفي بوعودها التي قطعتها في قمة كوبنهاجن عام 2009. فخفض حرارة الأرض يوجب الحد من استخدام مشتقات النفط، وهذا ما تعجز الدول الكبرى عن القيام به على ما يبدو. ولعل ما قاله لوران فابيوس في القمة يشكل إدانة من حيث يدري أو لا يدري لكل الدول المشاركة، إذ رأى أن الدول النامية هي الأكثر تضرراً من الاحتباس الحراري، وأن مجابهة هذه الظاهرة ليست مسألة بيئية فحسب، بل شرطاً أساساً لمد الكوكب بالغذاء والماء لإنقاذ التنوع البيولوجي ومكافحة الفقر والهجرة الجماعية. كلام فابيوس يقود إلى ما تعاني منه أوروبا اليوم من الهجرة والإرهاب، فالسياسات نفسها التي قادت إلى الاحتباس الحراري تشن باسمها حروب النفط والغاز وتؤدي في المحصلة إلى قمة طوارئ مناخية. من هذا المنفذ حاولت تركيا العبور مستخدمة ورقة الهجرة في يد مقابل دخولها الجنة الأوروبية في اليد الأخرى على قاعدة سلم واستلم. وعلى المقلب الروسي لم يحصل أردوغان على مبتغاه في لقاء بوتين والذي عبر عنه مرتين في غضون يومين. أما الرئيس السوري بشار الأسد فدخل قمة باريس المناخية من باب لقاء القمة بين باراك أوباما وفلاديمير بوتين، قمة رسخت التباعد بين المحورين في انتظار تبلور التوازنات على الأرض السورية. وفي أجواء قمة المناخ المنعقدة في باريس، أضاءت إدارة الأهرام في منطقة الجيزة المصرية الأهرام وتمثال أبو الهول باللون الأخضر في خطوة قال القيمون على هذه المعالم الأثرية إنها تمثل رسالة للعالم باهتمام مصر بالمناخ. رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية محاكمة المتهم الأول بحرق الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير بحجة أنه غير لائق نفسيا للمحاكمة. مراسلات الميادين أشارت إلى أن المحكمة قد تعقد جلسة استثنائية بل استثنافية لبحث وضعه النفسي، هذا فيما دين فقط متهمان قاصران بقتل الشهيد أبو خضير. بعد عام وأربعة أشهر على استشهاد الفتى المقدسي محمد أبو خضير الذي اختطف من أمام منزله وعذب وحرق وقتل على يد مجموعة مستوطنين إسرائيليين، تقرر المحكمة المركزية الإسرائيلية إدانة اثنين من المتهمين وتؤجل النظر بإدانة المتهم الثالث الرئيسي بحجة عدم استقرار وضعه النفسي. هيئة المحكمة أقرت أن المتهم رقم واحد قام بتنفيذ كامل الجريمة، كامل تفاصيل الجريمة، ولكن لا تستطيع هيئة المحكمة الإسرائيلية إدانة المتهم في حال ثبت أنه مختل عقليا. العائلة المكلومة لم يندمل جرحها، والمجرم لم ينل العقاب الذي يستحق، وفي الخارج متظاهرون فلسطينيون طالبوا أيضا بمحاسبة المجرمين. نحن نطالب بهدم بيوتهم، أين المحكمة الإسرائيلية بهدم بيوتهم؟ ليش بيهدوا للعرب ما بيهدوا لهم؟ إحنا نطالب بهدم بيوتهم. هنا وقفتنا فقط أمام الصمت الدولي والعربي المقرف الذي نحياه أمام أعيننا ونشاهد أطفالنا يقتلون يبادون. استشهاد أبو خضير فجر هبة شعبية العام الماضي، يبدو أن آثارها تداعت إلى ما نشهده اليوم من انتفاضة انطلقت بقوة منذ شهرين. الشبان الفلسطينيون يحكم عليهم بالإعدام الميداني لمجرد الاشتباه بهم، أما قتلة الشهيد محمد أبو خضير الذين أعادوا تمثيل الجريمة فلا تزال المحكمة الإسرائيلية حتى اليوم تبحث أمر إدانتهم والحكم عليهم. يا مخضير انتحر، محمد من القدس المحتلة.
فلسطين. تحيا الأمم المتحدة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في مقرية بجنيف. دول لا تزال تؤمن بالقضية الفلسطينية تصر على أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع يكون بإقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة للشعب الفلسطيني. موسى عاصي. في 29 من تشرين الثاني نوفمبر من كل عام تحيي الأمم المتحدة يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني تذكيرا بالقرار الدولي 182 الذي اتخذ عام 1947 وقسم فلسطين إلى 3 أجزاء، دولة إسرائيلية وأخرى فلسطينية ومنطقة خاضعة لوصاية دولية تشمل القدس وبيت لحم. الذكرى تحولت منذ سنين طويلة إلى محطة يتذكر فيها العالم أو من لا يزال يؤمن بالقضية الفلسطينية أن للشعب الفلسطيني حقوقا أولها إقامة دولته على أرضه. الحل في الأمم المتحدة ويكفي تطبيق القرارات الدولية. يجب أن تكون للفلسطينيين دولة مستقلة وعلى إسرائيل أن تحترم تعهداتها. رسالة الجمهورية البوليفية ورئيس إيفو موراليس في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني أننا معكم ومع حق الفلسطينيين بأن تكون لهم دولتهم المستقلة. المشاركون في اليوم التضامني شددوا على أن الاستيطان المستمر سيؤدي إلى ارتفاع موجة العنف. الأنشطة الاستيطانية والعنف الإسرائيلي هي انتهاك صريح لحقوق الإنسان، على إسرائيل أن توقف ذلك وأن توقف أعمال الحفر تحت المسجد الأقصى. أرقام مرتفعة نتيجة أعمال القتل اليومية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بذريعة الدفاع عن النفس ضد حملة السكاكين. من المهم أن يعرف العالم ما يتعرض له الفلسطينيون، ففي الفترة الممتدة بين بداية أكتوبر وحتى منتصف في نوفمبر أعدم الإسرائيليون 85 فلسطينيا. المندوب الفلسطيني جدد موقف السلطة الفلسطينية الداعي لحل على أساس دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان. 29 من نوفمبر تشرين الثاني هو يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني أو يوم يتذكر العالم أن للفلسطينيين أرضا وجب إقامة دولتهم عليها. موسى عاصي، جنيف، الميادين. أعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية السيطرة على 3 مواقع عسكرية سعودية في منطقة الشرفة المطلة على مدينة نجران ودمر 15 آلية. مصدر عسكري يمني تحدث عن تقدم مستمر للجيش واللجان الشعبية في عمق منطقة نجران. في المقابل أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل 3 جنود سعوديين في جيزان جراء معارك في قطاع الحرث عند الحدود مع اليمن. خرج آلاف اليمنيين في حشود جماهيرية ضخمة رافعين العلم اليمني الموحد احتفالا بذكرى 30 من نوفمبر يوم خروج آخر جندي بريطاني. وفي الاحتفال عبر المشاركون عن ألمهم لتزامن ذكرى الاحتفال واحتلال الجنوب مجددا. أحمد زبيبة. بالأغاني والرقصات الشعبية اليمنية خرج الآلاف من اليمنيين محتفلين في ذكرى 30 من نوفمبر يوم تحرير الجنوب اليمني من آخر جندي بريطاني. خرجنا لنثبت للعالم كله أن الشعب اليمني جسدا واحد، وأن الشعب اليمني لن يتنازل عن الوحدة، وأن الوحدة هي مصيرية بالنسبة للشعب اليمني. الشعب اليمني يؤكد من جديد أنه سيطرد المستعمرين كما طردهم في السابق وبقوة وبإصرار. الموسيقى وعروض الجيش اليمني العسكرية رسائل يشدد من خلالها المنظمون والحشود على ضرورة المضي لتحرير الجنوب اليمني مجددا من المحتلين كما وصفوهم. نتألم كثيرا ونحن نحتفل 30 نوفمبر عندما طردنا آخر جندي من صلاح الدين في البريقة والتواهي، إلا أننا نقول لكم قريبا وقريبا جدا سنحررها ثانية. سنطرد الاحتلال الإماراتي والسعودي والجنجويد السودانيين والكولومبيين وكل من استوردوهم للقتال إلى جانبهم. 30 من نوفمبر لدى اليمنيين اليوم شاهد حي على أن عدن كانت ولا تزال جحيما لمن أراد احتلالها، مشيرين بذلك إلى قوى التحالف.
في هذا اليوم يحتفل الشعب اليمني بعيد الاستقلال، ليؤكدوا فيه أيضا استقلالية قرارهم واستمرارهم في المضي في تحرير اليمن من المحتلين الجدد كما أسموهم. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. ارتفعت حدة التجاذبات السياسية في الجزائر حول قانون المالية للعام المقبل إلى حد التشابك بالأيدي بين نواب البرلمان. نواب المعارضة صعدوا إلى منصة رئيس البرلمان لمنع الأغلبية من التصويت لمصلحة قانون المالية الجديد الذي يرفع من سعر الوقود والكهرباء بسبب تهاوي أسعار النفط، واصفين إياه بقانون العقوبات. والآن إلى أبرز ما عنونت بعض الصحف العربية الصادرة هذا الصباح مع زميلتي فاطمة قاسم. صباح الخير فاطمة. بخير، أنا شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى هذه الجولة. سنبدأ مع عناوين صحيفة الوطن العمانية. الفلسطينيون ينتقدون الابتزاز الإسرائيلي بإبعاد أوروبا من المفاوضات. انفتاح أوروبي مشروط على التعاون مع الجيش السوري لمحاربة الإرهاب، ومباحثات بوتين تستثني أردوغان. تسوية نهائية لإخراج المسلحين من حمص اليوم. مقتل 3 من حرس الحدود السعودي في تبادل للنار عند الحدود اليمنية. وننتقل إلى الصحف السورية مع صحيفة الوطن. بوتين: تركيا تؤمن سيرة وعبور نفط داعش من سوريا. دمشق: حكومة أردوغان تزيد التوتر على الحدود، وألمانيا منفتحة على مشاركة قوات حكومية سورية في محاربة داعش. الرئيس الأسد: يوجد إرهابيون بين اللاجئين السوريين. سوريا تؤكد إخفاق أطراف إقليمية ودولية في إخفاء دعمها لداعش. اخترنا أيضا من الوطن: سلاح الجوي يحصد عشرات الإرهابيين ويدمر مقرات لهم. عين مسلحي أردوغان على عفرين ومساعي فتح إدلب لحكومة مؤقتة تصطدم بفيتو أمريكي. ننتقل إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط. 65 دعوة للمعارضة السورية لحضور مؤتمر الرياض. 12 فصيلا مسلحا تضم 100,000 مقاتل بين المدعوين. التقارب بين أوباما وبوتين في باريس يصطدم بالخلاف حول سوريا، لم يتخطيا عقدة الأسد. العمال البريطاني يعطي نوابه حرية التصويت. الرياض تؤيد توسيع مشاركة لندن في حرب داعش. وإلى تونس مع الشروق. أسلحة، قنابل، مواد تفخيخ والقبض على إرهابيين. حزام ناسف كشف العلاقة بين انتحاري الحافلة ومخزن مدنين. البغدادي وكبار قادته ينتقلون إلى سرت. تونس في مرمى نيران دواعش ليبيا. حالة استنفار قصوى بالجزائر ومخاوف من عملية داعشية كبرى. وإلى صحيفة الأخبار اللبنانية. النصرة تماطل والتفاؤل مستمر. قصة ترشيح فرنجي. جملات يحذر السعودية البديل إسقاط الطائف. الأسد أحال فرنجي على نصر الله فجدد دعم عون. ونختم مع عناوين أو أبرز عناوين صحيفة البلاد الجزائرية. الجيش يحبط اجتماعا لأمراء سرايا الوسط بتيزي ووزو. إرهابيان يسلمان نفسيهما من شدة القصف في قسنطينة. والآن إلى فقرة الماضي الحاضر.